عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا برايك علشان يوصل لكم كل جديد، ولا أن نوفيكم بأسعار السيارات الربع نقل الجديدة في مصر 2020. أسعار السيارات الربع نقل الجديدة شيفروليه ونسيان البيك في مصر 2020، يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة 288,200 جنيه مصري لأول فئة من السيارات. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة 315,700 جنيه مصري لثاني فئة من السيارات وهي الفئة الأعلى. يبلغ سعر سيارات الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه أول فئة حمولة 4 طن 379,300 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة النقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه ثاني فئة حمولة 4 طن 381,700 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه أول فئة حمولة 4.5 طن 424,300 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه ثاني فئة حمولة 4.5 طن 431,600 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه أول فئة حمولة 5 طن 4,427,600 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه فئة من حوالي 268,700 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل موديل 2018 ماركة منصور شيفروليه من باس لاين حوالي 254,700 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة كينبو 120,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة منصور شيفروليه فئة ثانية مكيفة 308,250,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة نيسان البيك أب فئة الكابينة المفردة اس سي الباور الجديد 256,500 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة نيسان البيك أب فئة الكابينة المفردة مكيفة من باور 262,500. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة ماركة نيسان البيك أب الدبل فئة الكابينة مزودة بمكيف من باور حوالي 360,000 جنيه مصري. أسعار السيارات الربع نقل تويوتا ونسيان في مصر 2020. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة من نوع تويوتا فئة هاي لوكس أول فئة حوالي 465,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة فئة البيك أب تويوتا ونوع هاي لوكس ثاني فئة حوالي 480,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة نيسان بيك أب 2020 مانيونال براور سترينج مكيفة حوالي 254,000 جنيه مصري كاش وأقل مقدم 76,200 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة نيسان بيك أب 2200 مانيونال فئة جي إل المكيفة حوالي 260,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة نيسان بيك أب 2020 مانيونال فئات جي إل حوالي 360,000 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة شيفروليه بيك أب 2020 مانيونيل بيد لاين 289,200 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة شيفروليه بيك أب 2020 مانيونيل 294,200 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة شيفروليه بيك أب 2020 مانيونيل هاي لاين 316,250 جنيه مصري. يبلغ سعر سيارة الربع نقل الجديدة شيفروليه بيك أب 2020 مانيونيل 321,250 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار السيارات الربع نقل الجديدة في مصر 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.